عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. نتقدم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتهنئة الخالصة إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية عامة، وأبناء شعبنا الفلسطيني المرابط المجاهد خاصة، بمناسبة شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم، وقد تحررت فلسطين من دنس الاحتلال، وتوحدت الأمة تحت راية الحق. يا أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، انطلاقاً من واجبها الديني والوطني والأخلاقي تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط الصامد في ظل هذا الحصار الجائر الظالم، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال الإدارة العامة للزكاة ولجانها الفرعية المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة والبالغ عددها 45 لجنة، تبذل جهوداً جبارة وعظيمة من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا ورسم الابتسامة على وجوه الفقراء والمحتاجين والغارمين، وذلك من خلال المشاريع الإغاثية والخيرية التي تنفذها والمساعدات النقدية والعينية التي توزعها على كافة شرائح المجتمع. فقد بلغ مجموع ما قدمته الإدارة العامة للزكاة ولجانها الفرعية من مساعدات مادية وعينية في نهاية عام 2015 إلى 10,452,916 دولار، أي 10,456,458 دولار، استفاد منها أكثر من 179,000 شخص. وما تزال وزارة الأوقاف مستمرة في بذل كل ما بوسعها في التواصل مع أهل الخير والمؤسسات الخيرية والمحلية والدولية من أجل توفير الدعم والمساندة للفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا. فقد واصلت الإدارة العامة للزكاة جهودها في تقديم المعونات في هذا العام، حيث بلغ مجموع ما وزعته منذ بداية عام 2016 وحتى الآن أكثر من 1,200,000 دولار، ونفذت جملة من المشاريع المميزة في شهر رمضان المبارك، منها على سبيل المثال مشروع توزيع سلة الخير الرمضانية بتكلفة إجمالية بلغت 300,000 دولار، استهدفت 6,000 أسرة فقيرة، قيمة السلة الواحدة 50 دولار. ثانياً، مشروع إفطار الصائم الذي ما زال مستمراً حيث استهدف حتى اليوم 4,000 أسرة. ثم مشروع تحسبهم أغنياء الذي استهدف 280 أسرة بتوزيع 300 شيكل لكل أسرة. ومشروع الإنارة الآمنة الذي استهدف 600 منزل بتكلفة مالية بلغت 120,000 شيكل. وها هي وزارة الأوقاف في هذا اليوم الأغر من أيام شهر رمضان المبارك تزف بشرى لإخواننا السجناء الذين تراكمت عليهم الديون نتيجة الضائقة الاقتصادية، فهم أشخاص كرماء محترمون مواطنون صالحون قهرتهم الظروف بفعل هذا الحصار الذي يعانيه أبناء قطاع غزة. وتعلن عن مشروع فكاك الغارمين الذي يهدف إلى تبييض السجون من السجناء أصحاب الذمم المالية من فئة 6,000 شيكل فأقل، وعددهم 350 سجيناً، حيث سيتم دفع الديون المتراكمة والمستحقة عليهم ليخرجوا من السجون ويقضوا شهر رمضان مع ذويهم وأبنائهم. ونسعى من خلال أهل الخير إلى توفير الدعم من أجل إخراج السجناء أصحاب الذمم المالية من الفئات العليا 7,000 و8,000 و9,000 شيكل. إن وزارة الأوقاف إذ تعلن عن هذا المشروع فإنها تتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الإخوة الكرام في فريق سنابل الخير التطوعي في دولة الكويت الشقيقة، والذي يرأسه فضيلة الشيخ عبد الرحمن النصار، الذي أطلق وأشرف على حملة جمع التبرعات لتمويل هذا المشروع الإنساني عبر حسابه الإلكتروني على موقع تويتر على مستوى الكويت والدول الإسلامية للمساهمة في رسم البسمة على وجوه النزلاء، وليقضوا شهر رمضان المبارك بين عائلاتهم وأبنائهم. طبعا شهر رمضان وعلى طول. كما تتقدم وزارة الأوقاف بالشكر والتقدير إلى الإخوة في المديرية العامة للشرطة وعلى رأسهم أخي الحبيب اللواء تيسير البطش على حسن تعاونهم في تذليل كل العقبات لإنجاح هذا المشروع الخيري وتزويد الوزارة بالأسماء والمعلومات اللازمة. وأخيراً، تا
تأمل وزارة الأوقاف أن تتواصل جهود أهل الخير من أبناء الأمة العربية والإسلامية في تقديم مزيد من الدعم والمساندة لأبناء شعبنا لتعزيز صموده على أرضه وليواصل جهاده ضد المحتل الغاصب. هذا والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، غزة، فلسطين، 6 رمضان 1437 الهجري، الموافق 11 يونيو 2016 ميلادي. نقل أنت مع كلمة مدير عام الشرطة الفلسطينية الأخ الكواء أبو مصعب ليسير البطش، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، لا يسعنا في قيادة الشرطة الفلسطينية إلا أن نهنئ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وقد تحققت آمال شعبنا بالحرية والتحرير. بداية، في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذا الموقف الذي يشهد شهامة المسلمين وأخوة المسلمين وتعاضد المسلمين، حيث نشهد في هذا اليوم مشروع طيب تقدم وتفضل به بعض الإخوة من أصحاب الخير من أمتنا المباركة ومن أمتنا الإسلامية، عبر تكفلهم بدفع مبالغ مالية استحقت على بعض الغارمين من أبناء شعبنا الذين دفعتهم الظروف والحصار والظلم، دفعتهم إلى الوقوع في هذه المشكلة وأن يكونوا في غرف السجون. هذه اللفتة الأخوية النابعة من صدق الانتماء لهذا الدين ولهذه العقيدة دفعت الخيرين من هذه الأمة للقيام بهذه اللفتة الأخوية عبر دفع المستحقات المالية للعدد الذي تفضل به الأخ وكيل وزارة الأوقاف، حوالي 350 موقوفاً وسجيناً في سجون الشرطة الفلسطينية. تفضل هؤلاء الإخوة وهذه المؤسسات الإسلامية الخيرية بدفع هذه المبالغ التي وصلت حتى الآن ل 7000 شيكل الذمة المالية على كل سجين منهم في هذا اليوم المبارك. ونحن في جهاز الشرطة الفلسطينية نقف إلى جانب هذه المؤسسات وهذه الجهود الخيرية، ومنذ اللحظة الأولى التي وصلتنا فيها هذه الفكرة وهذا المقترح الطيب صارعنا إلى التعاون وتسهيل مهمة الإخوة في اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف ومن الشرطة الفلسطينية، وأعددنا الكشوف اللازمة والتي تكفل دفع هذه المستحقات لأصحابها وضمان خروج هؤلاء السجناء والعودة إلى بيوتهم لينعموا بحياة كريمة بين أسرهم وأهلهم. ونحن في الشرطة الفلسطينية إذ نثمن هذا الجهد الطيب لإخوة من الخيرين من أبناء أمتنا الإسلامية في هذا اليوم المبارك، نعرب عن استعدادنا للتعاون مع أي جهة تسعى وتفكر في مد يد العون لهؤلاء السجناء وهؤلاء الموقوفين، حيث أن الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا والتي أثرت على حياة هؤلاء الناس، فهم لم يكونوا يوما نصابين أو محتالين، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة هي التي دفعتهم إلى هذا الحال. نحن في جهاز الشرطة الفلسطينية نقدر مرة أخرى هذا الجهد الطيب لهذه المؤسسات ولوزارة الأوقاف والإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والإخوة في قيادة الشرطة الفلسطينية الذين بعض الضباط الذين يعني ساهموا في هذا الأمر وتابعوا هذا الملف حتى تم إنجازه في هذا اليوم. وسنشهد بعد قليل إن شاء الله تعالى عملية تنفيذ الإفراج عن هؤلاء الناس في أحد مراكز الشرطة الفلسطينية، مركز الشجاعية، تحت التغطية الإعلامية الكاملة منكم. هذا الجهد جهد طيب، جهد صادر ونابع ومعبر عن صدق الأخوة التي تجمع بين أبناء الأمة الإسلامية. ونحن نسجل شكرنا لأولئك الخيرين هناك عبر الحدود في دول الخليج والدول الإسلامية
الذين ما فتئوا يقدموا يد المساعدة والعون لأبناء شعبهم وأمتهم من أبناء قطاعنا الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم عن المهمومين من أمة محمد، وأن يزيل هذا الغم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكل عام وأنتم وشعبنا وأمتنا بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إخواننا نحن ننتقل بعد شوية، بعد حوالي ربع ساعة عم يصل الأخوة إلى المكان في الشجاعية، ويبدأ هناك إن شاء الله يعني فعليا خروج المساجين أو الموقوفين، يعني ويتم التصوير من خلالكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونشكر لكم حسن التزامكم معنا. بارك الله فيكم.